خلينا ندرك إنه الله لما إحنا بنكون في الألم، الله معنا في وسط الألم. مش الكتاب يتكلم عن ثلاث شباب في العهد القديم، والشباب رماهم الحاكم في أتون النار، وهذا الأتون تحمى 7 أضعاف لدرجة اللي رموا الفتية الثلاثة احترقوا في النار. ولكن عندما نظر نبوخذنصر قال إنه أنا شايف يعني شخص رابع شبيه بابن الآلهة، فالرب كان معهم في وسط النار في وسط الأتون. تعرفوا أحباء الكتاب بيقول في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. فإذا أحبائي الله معنا في وسط الألم. عندما صرخ الإسرائيليون بسبب الذل بسبب العبودية في أرض مصر، مكتوب إنه الله سمع الأنين والتأوهات فقال أنزل وأنقذهم. الله ما بيتركك، الله معاك في وسط الظروف. بحب الآية اللي في رسالة غلاطية الإصحاح الثالث، يسوع المصلوب المرسوم أمام عيونكم. مهما تمر في أي ظروف صعبة تذكر، خلي عينيك على صليب المسيح وتذكر كم تألم من أجلك ومن أجلك.